السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم وسهلا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج صباح الوطنية. صباح الخير وصباح الوطنية علينا وعليكم مشاهدينا الكرام. معايا كالعادة زميلات سميرة السماني، صبية السماني. مرحبا بكم صبية، ايش الحال؟ مرحبا بك حبيبتي، صباح الخير. توحشنا مكسومة البرنامج، توحشك. شكرا لكم المشاهدين، توحشوا. توحشنا. تأكدت حبيبي، ما شاء الله تأكدت سمية. دائما انا تأكدت. مشاهدينا الكرام، انا مولي توحشتكم، سلمى عليكم. مرحبا بكم في حلقه جديده. اليوم موضوع حلقتنا هو الالعاب التقليديه، وكيف ما نعرفوا الالعاب التقليديه تختلف من منطقه لمنطقه، وهي حسب اللي جبرت من معلومات عنها زادت على شو 20 لعبه، وكانت في الزمن الاول تلتعب لتنميه الذكاء، وفيها اللي فيها الالعاب فيها شيء يتعلق بالاطفال وشيء للناس الكبار. الاطفال هون اخترت، دخلت طبعا عرف ضامت وكرور والسيق والزخيل والبل ويقير خالق، شيء الناس كامله ما تعرفه. صرتوا قاعد جينا احنا الشباب خارج شن قالوا القيس قاص، تعرفوا طافرات والله. مريم لحوة شوي لهنا نبه عنا، احنا معنا ضيف الكاتب والاديب محمد دول لحوانة في طريق جاي التحق بينا ان شاء الله. قيس قاز هون نبغي نعرف عنه المشاهدين. قيس قاز كانت لعبة للاطفال، كانت على يم تربيعة السيك، وكان يعدل فيها حفرة من قرونها الاثنين، وتندار فيها من النقرة جمرة تحرك حتى لين تعود محروقك، فهمتي؟ من دار فيها شي كيف ركيزة يقرعوا دك صايرة ياكي يلحقوه كرعين الأطفال، وتقعدوا عليها طافلات بنتين وتم يبوسوها بيبوسهم بها الأطفال، وهذه هي اللي نقالوا قيس قازة. في أي منطقة؟ منطقة ترارزة حسب المعلومة اللي وصلت. للأسف ربي زدني علما بالمعلومة كانت عندي، والحمد لله ما تثبت منها عن كتير. شكرا لك حبيبتي، حتى انا ياسر منه الاماني اخباريه حتى هي غير حسب معلوم كان اصلا قاعد ما كنت نعرفهم سابق. زين احنا كيف هم اللي انا زين ما كنت نعرفهم. سمعتهم لعلي عدوا ما هم عندي عندهم الاسماء زين ما كنت نعرفهم من خلال بحثنا اللي عملنا يامس والبارح. بحث اللي عملنا يامس والبارح انا شوفي عندي هون اسماء، عندي خريبقة ما نعرف. فم خريبقة، فم خريبقة، وفم كرور، وفم خريبقة طبعا هون نعرفوها. هي غير خريبقة انا ما قد سمعتها. ما عندك شرحة؟ ما عندي حاني تضيفي شي هو اللي لهي يشرح. حتى هون شي يقولوا له تاقة، تاقة تعرفوها اللي هي تود يقرب باللهجة البربرية، اللهجة القديمة البربرية، وهي تعود تقريبا عليا من الكرة وتلتعب كيف لعبة كيف غولف. وهي تعدر من في القبلة، تعدر من الطين، طين البحر الأسود اللي يعود متشينو في الأدراري، وعدر من مريم للتصحيح بما أني أنا من ذيك المنطقة ما تعدر بالطين، تقدر تعود بواحدة بواحد المناطق عدلها بالطين. اللي نقول لك انا بعد حسب اللي نعرف عنها والدعيات الشاهدها وعيتهم وين عودونا من فريق الهبي اللي انا زينة عندي به اللي ينقال لها يقولها لا لان شو نلعبوا التوت، يقولوا لك قود كبير يلعبوها فيه، وتعدل لها قورافة. قورافة اللي هي شي تخبط بها كيف تخبط بها، انك تعدل من الصدر، شكل المصدر ينقال له الطلح والله هذا تعدل منه الجرف هما اللي تعدل منه. وهي من نفسها مضمونها ينقبل شيء من كتان يعقد حتى فيهم اللي شراويط تم يعقد به وتقبض يجل وتخيطيها عليها سبحان الله ناس كي لون راكت باطه بالون تنس. سمعت صغيره ذاك هو مضمونها، يلعبوها فريقين ويتكونوا من كل فريق من 6 اشخاص اللي هم عياد تركوا عياد الطافيلات ويلعبوا هذيك اللعبه. وهي قاع ما تقعد معدل من الطين، بيجي الطين خبطه واحده قالوا لي اعلنها تعدل من الطين، يقر الطين طين البحر الكحل اللي يعود متشين، فهمتي؟ وفادرار تعدل من الحجار،
الناس تختلف من منطقة لمنطقة هذا. وهنا تياها نهين حتى على الطفار سبحان الله كانوا مكتفين بذا اللي في بلدهم يعدرهم الشروصهم ما جاءهم هذا اللي ما أقول في ما يلعبوها يرعبون هم يلعبوها نحن نلعبوها بطريقة نفسهم هم تعدل بتراثنا وبشلنا. زين لين قاطعك شوي مرة مسمح لي شفتي حتى هم لين جينا الموضوع التركة اللي هو الشاشة كانوا مازلنا في البادية مازلنا سقين جي السحاب وتخلق ضاية والطين يقبوا الطين يعدروا منه نحت نحت وعد يعني عدروا شي كيف تنحت زوين يرتهاو بي يقبضوا يعدروا منه اشكال حيوانات كيف ربقار وكيف دقنم وكيف ويبسوه ويعود شكل من النحت وزي مشي عندهم يلعبوا به وهذه ما الا لعبة كيف لعبهم خلال بحثي من البارح اسماء الالعاب شوفي عندي خريب قال لي كنا قبل نتكلموا عنها وخريب قال للاسف انا ما نعرف ما كتبت ما كنت اعرفه قال دورش ان شاء الله ربي يضيف ويشرح لنا وعندنا محميديش معروفه وعندنا محميديش سميرة تختلف اسم من منطقه 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 وحدين يقولها ابلاص وحدين يقولوا لها صلبط ندي عنها صلبط وحدين يقولهم غير خالق هون اسم انا قليل من الضبط اللي جيت قاعده هم يقولها اخو احوط شنو الخلق يقولها احوط اللي هي ام حميديش غير حنيني ام حميديش علاش يقولوا عنها ما تلتعب انها تفرق الجنة ما تلتعب احد ما شافها تقريبا تقضي سبع هي مو من سبعة ما تطلق فيه انا صك لعاب تقضي سبعة سبعة وتحيهم تم تطلق فيها هي يقولونها ما حد برجال وما يلعب ما يلعبها انها تفرق رجال انها تفرق خارق الصهون لعبة انا قاعد ما قد سمعت بها اللي هي نقاش ايش ولا حبيرة نقاج و شي هون ما قلت ذيك الحبيرات ذيك على فكره ذيك على فكره تلقشيت شفت... والله تلقشيت ذيك على فكره شفتها يامس وقال لي الشخص اللي ان شاء الله باحث اجتماعي يعرفه قال لي عنها مختصين بها لا الحوضين وكيف والنعمه هم اللي مختصين فيها تقرايها كنا وهون فهم الحبيرات قالوا عنها وفهم الدقوقه يقبلوا دقوقه الحيوان هذا لو زار تعرف شفتي هذه كما قال صفيه النقاج هذه وترق جيت والحبيرات منتشرة في الاطفال ما بين 7 سنوات الى 12 سنه وخاصه في العيون وكيف والنعمه لو زار قاعد معرف ما خرج حد ما يعرفهم وعندك الدقوقة العكس دقوقة. هم شوي لين نقول لك لأن لو زار يختلفون بلاد البلاد الشيء يعدل لهم البارح كنت شوي نتكلم مع والدتي كانت خليها لي إن شاء الله حطني معلومات عنه قالت لي لأنهم كانوا يعدروها على يم العروس عند رحنا هون يقبضوا لها رأسها ويقبضوا تقريبا عود من الجلف ويقبلوا سلوك ويجروه على راسه حتى لين يزقنه ويخلطوا فيه شمي الأخرز فهمت شو هون تختلف طبعا حاجة اللي كانت عندي الدار من لوزار عندنا لوزار وعندنا الدقوقة الدقوقة لعبة تقليدية كانت كانوا يلعبوها التركة وعندنا هي الدقوقة اصلا يقبضوها من عظام الحيوان جديان عليه كرة حديدية اللي عندنا اليوم وعندنا تنبيك الليل وعندنا مدياء تنبيك الليل هي تقبل تنبيك الليل صار نعرف يقبلوا بين صدرايتين ويجيروا فهم شكي دوحة تسميت الدوحة اللي هي تنبيك الليل وعندنا مدياء وعندنا قبميا تنبيك الليل تنبيك نقولولها يقولولها الهوك يقولولها تنبيك الليل زين وعندنا مدياء اللي هي قاعدة قدامنا برك وعندنا قبميا تعرفوها لعبة معروفة وعندنا قارس قلة وعندنا قارش قارس قال لي شنو قارس قال لي اللي قريب من سدان نعرف سولت عنها قالوا عنه واحد يعني انه يبرك ورا واحد اللعبة متعقدة شوي عليهم انتظار الضيف ان شاء الله يا ربي يشرح لنا وعندنا قاش وعندنا قاش مولية معروفة لعبة تقليدية ومن الولايات